حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسعاده. النهارده جايبه لك وصفه تجنن لتطويل الضوافر، ان شاء الله هتعجبك جدا. لو انت عندك اي مناسبه او عايزه تخرجي اي خروجه وعايزه ضوافر تبقى طويله وحلوه طبيعيه، خليكي مع الاخر الفيديو عشان تعرفي الطريقه مع بعض. واول ما نبدا كده وقبل ما نبدا باذن الله يا ريت تعملوا لي لايك عشان ما تنسوش، ولو انت جديده اعمل لي سبسكرايب وميرسي اول ذوقكم. عندي طبعا 5 فصوص توم، وعندي طبعا التوم انا فرماه زي ما انت شايفه عشان مش عايزه اضيع لكم وقتكم، طبعا عايزه ادخل في الموضوع على طول. وعندي ليمونه، المكون التاني ليمونه جميله كده نقاها كبيره شويه. وعندي المكون التالت هو زيت الزيتون. هنعمل ايه يا قلبي؟ طبعا انا جايبه الفصوص عشان تشوفيها ودقاه طبعا ومظبطاها عشان ما اخدش من وقتكم زي ما قلت. هنعمل ايه؟ طبعا هناخد على ال5 فصوص الحلوين دول هناخد عليهم 2 كبار زيت زيتون. زيت الزيتون طبعا يا بنات بيعزز جدا تطويل الشعر وتطويل الضوافر، غير ان هو بيرطب طبعا الضوافر. زيت الزيتون بيساعد طبعا على نمو الضوافر طبعا بشكل صحي، بيرطب الجلد طبعا حوالين الضوافر وبينعم الضوافر وبيديها مظهر صحي، بيحمي طبعا من تشقق الضوافر وبيخلصك من جفاف الضوافر اللي طبعا بيخلي الضفر معرض للكسر دايما. عندي ايه؟ عندي ليمونه جميله كده زيك، اخد منها 2 كبار ليمون، عصير الليمون عليهم. طبعا يا بنات الليمون بيساعد في ازاله طبعا بقع الضوافر، البقع اللي بتبقى في الضوافر دي شكلها مش حلو. الليمون طبعا عشان هو غني في فيتامين سي بيعين البقع دي خالص، ما بيخلاش موجوده حتى لو انت مش حاطه مانيكير ما بتبقاش باينه في ضوافرك، طبعا لانه بيحتوي زي ما قلت على فيتامين سي اللي بيبيض الضوافر وبيساعد في ايه؟ بيساعد في نمو الضوافر، النمو السليم الصحي. هنقلبهم كده حلو قوي. طبعا ما قلتلكوش على التوم، انا طبعا التوم ليه فوائد كتير جدا، طبعا بيعزز نمو الضوافر، بيحافظ عليها من التكسير والتشقق وبيقويها وبيديها طبعا مظهر جذاب ومظهر جميل. هنقلبهم كده مع بعض زي ما انت شفتي. انت بقى مش عايزه مثلا تحطي توم على زيت، هقولك تعملي ايه. طبعا قبل ما نحط الخلطه دي يا بنات هندعك ايدينا كده او نرطبها بزيت الزيتون، ومن عند ضوافرك حلوه قوي لازم تدوسي كده عند الضفر بزيت الزيتون. هنعمل ايه؟ هنمسك ودانه زي دي او عندك برش مثلا بتاعه مانيكير ولا حاجه تكون نظيفه اعملي بيها. هنعمل ايه؟ هنزق جلد الضفر، شايفين جلد الضفر اللي بيبقى من فوق ده، وانت بتحطي من تحت ومن فوق زي ما انت شفتي جوه الضفر من بره ومن جوه، وانت بتحطي تزقي جلد الضفر اللي بنعمل عنده الباديكير، تزقي جلد الضفر اللي جوه كده عشان خاطر يعزز نمو الضفر ويطول. نيجي بقى ان انت مثلا مش حابه تحطي توم على الزيت والكلام ده، مش بحبه والكلام ده، انا زيك بس الكلام ده بيتعمل قبل ما تنامي على طول، ما بيتعملش بالنهار. هتحطيهم طبعا على ايدك نص ساعه، وبعد كده عايزه تغسلي ايدك تغسلي ايدك، عايزه تنامي بيهم نامي بيهم. اللي مش عايزه تحطي توم وزيت والكلام ده تعملي زي ما انت شايفه كده بالليمونه، تقطع ليمونه نصين وكل يوم قبل ما تنامي تعملي الحركه دي في ضوافرك، دي هتخلي ضوافرك تطول جدا برده، يعني يا كده يا كده. زي ما انا قلت لك يا حبيبتي بصي بتزق الجلد كده اللي ورا اللي هو الجلد اللي في الضوافر، وانت بتحطي الوصفه دي تزق الجلد اللي ورا. اللي عايزه نتيجه اكتر ممكن تجيبي من التوم اللي انا دقاه ده، الدقه دي تدعكي بيها ضوافرك، وان شاء الله يعجبكم واشوفكم على خير ودمتم في امان الله.